خليني بعد إذن الأستاذ مصطفى عاشور أبدأ من عندك سيد محمد. يعني الآن انتهت المفاوضات وأعلن أنها لم تصل إلى شيء، ما هو تعليقك على انتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وهل هي الجولة الأخيرة سيد محمد؟ والله باعتقادي أن المفاوضات تستمر. سبب فشل المفاوضات يعني مطالب القاهرة الغير معقولة الغير منطقية. القاهرة تريد أن تتدخل في كل الأمور التي تخص النهضة بشكل كبير، بشكل لا حق لها فيه. الآن تتحدث عن يعني مسألة فض المنازعات، تريد أن تتعهد إثيوبيا بعدم إقامة السدود، وإثيوبيا ملتزمة باتفاقية إعلان المبادئ. باعتقادي أن المفاوضات يعني ستستمر، نعول على المظلة الإفريقية وليس على ما يريده يعني بعض يعني ما أريد أن أسميهم الدكتاتوريون المفضلون، لكن أقول نحن نعول على المظلة الإفريقية التي تحفظ لهذه المنظومة الإفريقية كيانها وسيادتها، وأنها قادرة على الاتخاذ. لا سيد محمد، عشان يعني نكون سيد محمد عشان نكون واضحين قوي، أنت ذكرت الآن أن القاهرة لها مطالب غير معقولة، حدد لي أرجوك ما هي المطالب الغير معقولة من وجهة نظرك؟ نعم، أولا القاهرة تريد أن تكون طرفا في إدارة وتشغيل سد النهضة، تريد أن تكون طرفا في إدارة وتشغيل سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، وهذا أمر يمس بالسيادة الإثيوبية ولا يمكن أن تقبل به إثيوبيا. ثانيا القاهرة تريد أن يعني تمتد فترة المل يعني بالتوازي مع يعني في مسألة الجفاف، تمتد يعني فترة المل إلى 20 سنة أو يعني مدة طويلة جدا، بحيث أن إثيوبيا لا تستطيع أن تملأ الخزان في الأوقات التي تحتاج إليها. وإثيوبيا تطالب بأن تكون يعني يتحمل الجميع مسؤولية الجفاف والجفاف الممتد. يعني لماذا إثيوبيا لوحدها تتحمل هذه الأمور؟ وكذلك يعني مطالب القاهرة أن تخرج هذه القضية بقدر ما تستطيع، وأنت تسمع يعني من متحدثيهم أنهم يريدون تدويلها إلى أطراف أخرى، إلى مجلس الأمن. في كل مرة يأتون يعني بمطالب غير التي اتفقوا عليها وغير التي توافقوا عليها من ذي قبل، يريدون يعني أن يقحموا في هذه المفاوضات أمور تفشل هذه المفاوضات، وهم لا يقدرون على ذلك، إنما يضيعون الوقت على أنفسهم باعتقادي. طيب خليك معي أستاذ محمد، عشان أنا خليك معي أستاذ محمد عشان لا أتحمل أنا مسؤولية هذا الكلام. معنا من مصر الأستاذ مصطفى عاشور، وهو متابع لهذا الملف، أجزم بأنه يعني أكتر مصري وأقدم مصري تابع هذا الملف من بدايته في الخرطوم حتى الآن. سيد مصطفى عاشور، ما هو ردك على كلام السيد محمد العروسي بأن مطالب القاهرة غير مقبولة، وحدد كما سمعت حضرتك بأن القاهرة تطلب أن تكون طرفا في إدارة وتشغيل السد، بأن القاهرة تريد أن تمتد فترة ملء الخزان إلى 20 سنة وسنوات الجفاف، وبالتالي هذا لن يمكن إثيوبيا من الاستفادة من السد. ما هو تعليقك أو ردك تحديدا على كلام السيد محمد العروسي؟ أستاذ محمد ناصر، في البداية تحية لك ولضيفك الكريم، لكن خليني أخذ من وقت حضرتك، اسمح لي يعني 5 ثواني أن أنا أقدم خالص العزاء لك ولكل المصريين في وفاة الزميل محمد منير الصحفي الحر، صاحب الكلمة، صاحب الموقف الحر، مات يعني مظلوما وشهيدا، وبعد أن سجنوه واعتقلوه وخرج بكورونا. فأشكرك وأشكر مشاهدي مكملين على إتاحة فرصة لنا، لأنه كان زميلا وصديقا وصاحب صحيح. كلمة ويعني وأيضا مناضلا دافع عن قضية عن حق مصر في سد النهضة. الأمر الآخر، الأخ محمد العروسي يتحدث عن كلام، آسف أن أقول أنه هو لا يدري ماذا يحدث في سد النهضة، هو فقط يتحدث عن كلام. مبدئيا ما قاله من أن مصر تريد 20 سنة ده كلام كذب ليس له أي حقيقة. مصر وافقت على سنوات من 3 إلى 4 إلى 7 سنوات، وأثيوبيا وافقت بالمناسبة على 7 سنين. الحديث أنه مصر تريد أن تتدخل في تشغيل سد النهضة، أيضا هذا كلام ليس حقيقي، لأنه مصر لا تريد أن تتدخل في سد النهضة. الحقيقة الكلام عن أنه القاهرة، أنا أختلف مع السيسي، والسيسي هو أخذ حكم مصر وأنا لا أؤيده، وأنا أريده أن يترك مصر لأنه خائن، لكن أمام محمد العروسي
السيسي هو من سمح لك أن تتحدث اليوم أنت وأثيوبيا عن سد النهضة. لا سيد مصطفى، سيد مصطفى، لكن سيد مصطفى، أنت صحفي وإعلامي وأستاذنا كلنا، وتعرف وتقدر الرجل أكيد محمد العروسي، أستاذ محمد العروسي تقدير، نحن بنختلف، ولكن الرد يبقى بالحجة. هو الرجل بيقول أن مصر تطالب بأن تكون طرف في تشغيل السد. أنا هقول إلى أي مدى ده صحيح؟ أنا هقول إنه مصر أساسا لم تطلب أن تكون طرف في تشغيل السد، لكن أنا كنت سأكمل الكلام يا أستاذ محمد. ما سأقوله هو أنا سأعتمد ليس على ما قالته مصر، لأن مصر لا تقول، ولا على ما تقول أثيوبيا، لأن أثيوبيا لا تقول، لكن سأعتمد على ما قاله وزير الري الأثيوبي وطاقم العمل وزير الري السوداني وطاقم العمل السوداني الذي خرج منذ 10 دقائق أو نصف ساعة في مشهد حضاري ديمقراطي يتحدث عن أن هؤلاء يحترمون شعبهم، أن هؤلاء يصارحون شعبهم بما يحدث، أن هؤلاء يعملون لشعبهم. السودان له مصلحة في سد النهضة، نعم. السودان مستفيد، نعم. السودان يتحدث عن مصلحتي، لكن السودان لم يتحدث أن مصر طالبت أن تساهم في تشغيل سد النهضة. السودان تحدث عن تبادل البيانات بين السدود، لأن السدود تراكمية وتراتبية وراء بعضها البعض. بمعنى أن وزير الري السوداني قال الحديث الآن الخلاف بين إثيوبيا والسودان على التصريف اليومي لسد النهضة 250 ولا 350. ليه بقى يا سيد محمد العروسي؟ لأنه إذا خرج التصريف عالي فإنه سيدمر سد الرصيرس، وبالتالي لابد من آلية لتبادل المعلومات بين السدود التي تمر خلف بعضها البعض، وذلك سد الرصيرس بيدي المرأة في السودان، بيدي السنار، بيدي للسد العالي، ده شيء طبيعي. لم يطلب أحد التدخل في السد الأثيوبي. الأمر الآخر إنه الحديث عن إن القاهرة كل أي طرف، يعني أرجو أن يعود إلى طرف سودان، وهو أحد أعضاء حزب قائمة الحرية والتغيير في السودان، والحديث عن إبراهيم الأمين عندما قال مصر قدمت تنازلات كثيرة، أنا أقدم له ما قاله المصريون. الحديث أيضا عن الموقف الحالي، مصر عادت إلى الطاولة الأفريقية. طيب. مصر لها 7 سنين تفاوض. طيب. ولم تأخذ شيء. مصر هي التي اعترفت بسد النهضة في 2015 يا أستاذ محمد ناصر، هي التي اعترفت لولا اعتراف عبد الفتاح السيسي في 2015 ما كانش في حاجة الآن بتتم، ولا مفاوضات ولا جلوس ولا الكلام ده. طيب سيد محمد العروسي، مع كل التقدير، يعني الآن سامح شكري خرج بتصريح منشور على لسانه يقول نأمل ألا تصل ولا نعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن. ده تصريح ذكره حالا دلوقتي السيد سامح شكري وهو منشور على مواقع الأخبار. في اعتقادك هل الآن نستطيع أن نعلن أنه فشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف؟ باعتقادي أن هذا أن جهود المنظمة الإفريقية لم تفشل على الإطلاق. المنظمة الإفريقية لا زالت تبذل جهودها يعني لتقرب بين وجهات النظر. الاتحاد الإفريقي حتى وإن كانت القاهرة محتقرة لهذه المظلة الإفريقية وعادت إليها رغما عنها وليس بإرادتها، فإن الأفارقة اليوم يعني يحاولون بقدر الإمكان أن يقربوا بين وجهات النظر ويتجاوزوا هذه الخلافات. اسمح لي أستاذ محمد، طبعا أنا أتحفظ، يعني لا أريد أن أشخص الموضوع عندما أرد على مسألة. لو أنا وهو الأستاذ مصطفى، يعني معلش أستاذ محمد، والمسألة مش شخصية، المسألة مش شخصية فعلا، ولك كل الاحترام والتقدير لحضرتك. اسمح لي. نعم، أشكرك لحياديتك، لكن أنا أتحدث هنا عندما يقول الأستاذ مصطفى أنه لا يدري عن سد النهضة. أريد أن تخبرني أنت، ما الذي تعلمه يا أستاذ مصطفى؟ أنا قريب من وحدة المفاوضات، أنا قريب من اللجنة التفاوضية، أنا قريب من صناع القرار هنا، وأتحدث هنا بما أعرفه كمحلل ومراقب مستقل عن الحكومة. هذا أمر. الأمر الآخر، ما الذي أنت تتحدث عنه عندما تقول أن القاهرة يعني لم تطالب بإدارة السد والتشغيل بالسد؟ يا أخي انظر إلى ما يقوله وفدك عندما يتحدثون ويقولون نحن نريد أن نكون
يعني طرف في إدارة سد النهضة. أما مسألة إنه اللي يشكل خطورة على السودان، السودان تحدث وفصل هذا الأمر بوضوح تام، وقال بأن الخطر يتشكل في عدم تبادل المعلومات، والسودان هي التي رفضت أصلا مسألة يعني مسألة الاتفاق الثنائي لتدارك هذه المشكلة. يعني تخوف السودان ينحصر في مسألة واحدة فقط، التنسيق بين سد النهضة وبين السدود السودانية التي تقع خلف السد. هذه هي تخوفات السودان، والسودان لأجل أن يقرب وجهات النظر قال يجب أن يكون الاتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة. وهنا كان دور الاتحاد الافريقي حاضرا بقوه. يعني عندما نشاهد اليوم الاتحاد الافريقي يحاول ان يتجاوز هذه الخلافات من خلال تقديم، يعني انتم سمعتم قبل قليل تصريحات وزير الري السوداني، كلهم يؤكدون على ان للسودان فوائد. يا اخي لا تتحدث باسم السودان الان. للاسف الشديد متحدثين القاهره منهم الاستاذ مصطفى صاحب الكتائب الالكترونيه التي تعمل لأجل الهجوم على الإعلاميين الأثيوبيين، نحن نعلم هذا كله. مين الأستاذ مصطفى؟ لا، مين الأستاذ مصطفى اللي عنده؟ نعم. مين يا أستاذ محمد تقصد مين بالأستاذ مصطفى اللي عنده كتائب؟ هو زميلكم هذا الأستاذ مصطفى عاشور، هو لديه كتائب. يعني يا راجل حرام عليك. لا يا أستاذ محمد، لا 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 معلش لا معلش لا 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 معلش يا أستاذ محمد، أستاذ محمد لكل يا أستاذ محمد، بس عشان من شخصا صدقني أنا أعرف الأستاذ مصطفى أكثر ما حدك تعرفه، ده مؤكد يعني، ولك حضرتك كل التقدير والاحترام لك ولكل الإعلاميين الأسيويين. هذا الرجل مصطفى عاشور هو أصلا بيعاني من الكتائب الإلكترونية، فأرجوك نتحفظ على هذه الجملة. خلينا في جملتك أنت، أنا تعلق في ذهني يا أستاذ مصطفى يا أستاذ محمد كلمة حضرتك قلتها، أن مصر ذهبت إلى اتحاد أفريقي غصب عنها، مش انت قلت كده دلوقتي؟ اوضح لك هذه المسألة، بأن القاهرة أيوة. عندما ذهبت إلى مجلس الأمن أفادوهم بأنه يجب أن يكون الحل أولا إقليميا ثم بعد ذلك تتجهون للمنظمات الدولية. تمام. وهي لطالما احتقرت هذه المظلة الإفريقية ولجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى روسيا، إلى مجلس الأمن. هاي. لم تبقي منظمة ولا دولة من الدول العظمى إلا ولجأت إليها لتشويه الموقف الإثيوبي. اليوم نحن لسنا بحاجة يا أستاذ محمد ناصر إلى الخطابات الشعبوية التي تثير الشعوب. الآن هم يريدون أن يصورون أن إثيوبيا تريد أن تضر بمصر وتريد أن تعطشها، وأيضا الأستاذ مصطفى يريد أن يصور أن الإثيوبيين حاقدين. يعني على الإطلاق على يا سيد محمد، ما هو ده اللي أنا عايز أقول لك عليه يا أستاذ محمد. إذا كانت يا أستاذ محمد، أستاذ محمد العروسي، إذا كانت لغة حضرتك كده وحضرتك إعلامي وأنت تطالب بالتفاهم وأن احنا نجلس ونتفاهم مع بعض أشقاء سواء كانوا في إثيوبيا أو في مصر، فالاولى بينا ان احنا الاولى ان تكون حضرتك يا سيد محمد اسمعني بس لو سمحت، الاولى ان تكون انت يا استاذ محمد، الاولى ان تكون انت قدوه، يا استاذ محمد، ولا تهاجم الاستاذ مصطفى لانك لا تعلم من هو الاستاذ مصطفى عاشور. انا مهاجم، هو الذي هاجمني. لا هو ما هاجمكش. طيب وانا بتحفظ على كل الكلام ده عشان ما شخصي هذا الامر. نتجاوز يا ريت ارجوك نتجاوز. نتحدث هنا يا استاذ الكريم اتفضل. نحن نتحدث هنا عما يوافق بين الشعوب الشقيقه، لا نريد ان نقع في صراعات مع الشعوب. صحيح. نحن نريد ان نقول بان اثيوبيا لو أرادت أن تعطش الشعب المصري لما أفصحت لهم عن كافة التفاصيل السيادية التي تخص إثيوبيا. هو هنا بقى السؤال، أنت هنا السؤال يا أستاذ محمد، هل سلمت إثيوبيا لمصر الدراسات الفنية للسد؟ بالتأكيد سلمتهم كافة التفاصيل ودعتهم من أول ما أنشأت يعني هذا السد، دعتهم إلى هذه المفاوضات. طيب. وأفادتهم. أستسمحك أروح للأستاذ أستسمحك أروح مصطفى عاشور وأرجع لك تاني، خليك معي أستاذ محمد بعد إذن حضرتك. أستاذ مصطفى أرجوك وأنت يعني أستاذنا تتجاوز عن أي شيء شخصي وأي كلمة اتقالت في حقك، وهي يعني أنا حاولت أرد عنها لكن وكلها أنا أشهد لأنها كلها كلمات ليست في محلها ولا علاقة لها بالحقيقة.